مساء الخير، حلقة جديدة من رح نبقى سوا مباشرة على الهواء طبعا، وقائع جلسة مجلس النواب اليوم، إضافة إلى الشق المالي والنقدي نتابعه ونعالجه في هذه الحلقة. بداية مع عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل عبر الزوم. مساء الخير سعادتك. مساء الخير، مساء الخير إليك ولكل مشاهدينا. أهلا وسهلا فيك سعادتك. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه من بعد مشهد اليوم، بعد كلمة النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، وكلمة الرئيس المكلف سعد الحريري عالية النبرة، ألم يعني يصبح واضحا أمام الجميع من يطرح الحلول ومن يريد الحلول ومن يريد فعلا تشكيل الحكومة ومن هو المعرقل؟ صار واضح؟ صحيح سيدتي، بتصور كان واضح اليوم لكل اللبنانيين يلي تابعوا مجريات جلسة مجلس النواب مين الحريص على تشكيل الحكومة، مين الحريص على إجراء الإصلاحات، مين الحريص على مصالح اللبنانيين، مين الحريص على وقف الانهيار المالي والاقتصادي اللي نحن فيه، ومين عم بكرر لغة خشبية ولا عليها الزمن، عم بكرر مواقف تبين لكل اللبنانيين إنها لا تنتمي إلى الواقع ولا تنتمي إلى الدستور ولا تنتمي إلى الميثاق ولا تنتمي إلى المشاركة ولا تنتمي إلى المصلحة الوطنية بأي شكل من الأشكال، لا بل هي نتعات شخصية وتعنت شخصي أو لتغطية عدم قدرة وعجز عن تشكيل حكومة بلبنان. فبالتالي اليوم بتصور كل الجهد اللي كنا عم نجرب نعمله بالأشهر الستة أو السبعة الماضية حتى نشرح نحن موقفنا، ويضل في لبنانيين يقولوا بلكي هيك وبلكي هيك ولازم تسهلوا اكثر ولازم وبلكي انتم اللي معرقلين وبلكي انتم بدكم هيك وبلكي وبلكي، اليوم بتصور هذا كله تم ازالته. المواقف وقائع الجلسه بينت لا السياسيين الموجودين يلي كان بعدهم عم يسمعوا، يعني عم يسمعوا وجهات نظر مختلفه، عم يسمعوا خبريات اوقات مختلقه عن مواقف رئيس الجمهورية وعن مواقف التيار الوطني الحر. تأكدوا اللبنانيين اللي تابعوا مجريات هيدي الجلسة انه التيار الوطني الحر، فخامة الرئيس بالاول ومن ثم تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر، عن المنحة التسهيلي يلي قمنا فيه بكل هيدي الفترة، وعن حرصنا عن تشكيل حكومة لبنانية بأسرع وقت ممكن، وتأكدوا انه الرئيس المكلف غير ما عنده النية وما عنده القدرة على تشكيل هيدي الحكومة. اليوم تذكروا كل اللبنانيين هو عم يسرد وقايع كيف ثورة قامت على حكومة هو كان بيرأسها، هو لا. ترك المسؤولية، ما حدا سقط له حكومته، هو استقال وترك المسؤولية وفل. ولما جينا على تشكيل حكومة حرق أول اسم، حرق ثاني اسم، حرق ثالث اسم، والاسم اللي تم اختياره الكل بيتذكر، حتى عن رئيس دياب عم بحكي، الكل بيتذكر انه حتى هو ما كان عنده ممانعة عليه، وبالتالي ما حدا رفضه، انما هو كان عنده على طول منحة للهروب من المسؤولية، للهروب من الاستحقاقات، للهروب من نتائج هيدي السياسة يلي وصلتنا لهون، هيدي السياسة اللي اعتمدت من 30 سنة وصلتنا للي وصلنا له. السؤال بيرجع اليوم، خبرنا الرئيس المكلف عن وين كنا صرنا لو شكل حكومة بالإصلاحات وبالتدقيق الجنائي. صحيح. سيدتي، الحكومة الثانية، الحكومة الأخيرة اللي بعهده، لأنه هو وصل الليل بالنهار عم يشتغل على الإصلاحات وعلى صدر، هل هو عمل اجتماع واحد لتنفيذ مشروع واحد من المشاريع يلي ملحوظة بمؤتمر صدر يلي اجت الموافقة عليها بنيسان 2018؟
بعد ما اشتغلنا وعملنا جاهدين 55% من هالمشاريع سيدتي كانت من لوزارة الطاقة. تقدمت فيهم وزارة الطاقة 50 دولة ومنظمة عالمية، بتبلشي من أمريكا لدول للدول الشقيقة هون بالمنطقة، بتبلشي من البنك الدولي تتوصل إلى للصندوق الإسلامي والصندوق العربي هون. مين قنعهم؟ مشاريع مين اللي قنعهم؟ مين اللي اشتغل؟ مين اللي وضع المشاريع على الطاولة؟ وحطيناهم وعطينا الكريدت عليهم. طيب اشتغل مرة واحدة حتى يحقق مشروع منهم؟ هلا اليوم ماذا تغير؟ عم يخبرنا انه وين كنا صرنا؟ بده حكومة. حتى سعادتك بيقول بيستعمل تعبير لو أفرج الرئيس عون عن الحكومة، لكن مشينا بالتدقيق الجنائي، لكن بلشنا بإعادة الأعمار بعد انفجار المرفأ، لكن عالا الإصلاحات، ولكن ولكن ولكن، ولكن كل هذا الكلام يعني أصلا تعبير لو أفرج الرئيس عون هل تجد بمكانه؟ لأن الرئيس عون وكأن الرئيس عون يقبض أو يحبس أو يسجن الحكومة. ثانيا هل كلام الحريري هيدي حقيقه ولا اوهام؟ سيدتي اليوم كان واضح جدا من الحريص على الدوله اللبنانيه، من هو رجل الدوله الذي يتعالى على الاساءات، يتعالى على الافتئات اللي حصل، يتعالى على كل الطريقه الملتويه اللي عم يتم العمل فيها لتشكيل الحكومة، ومن هو المتعنت وغير القادر على تشكيل الحكومة. اليوم الكلام الخطاب يلي توجه فيه رئيس الحكومة المكلف إلى مجلس النواب لا يدل بأي شكل من الأشكال عن نية رجل مسؤول بتشكيل حكومة، شايف الأوضاع الصعبة يلي عم يقطع فيها البلد، شايف الأوضاع الصعبة يلي عم يقطع فيها الاقتصاد اللبناني، شايف حاجات اللبنانيين وهو مستعد للعمل على تلبيتها. اليوم بيت واضح لكل اللبنانيين هذا الأمر. اليوم مع هذا وكله نحن لا نزال، وكلمة الوزير باسيل في مجلس النواب كانت أكثر من واضحة، لا نزال ننتظر تشكيل الحكومة، لأنه نحن شايفين تشكيل الحكومة هو الطريق الأسرع. هناك طرقات، هناك طرق أخرى وتم استعراضها، إنما الحكومة لا تزال الطريق الأسرع يلي بتوفر علينا الوقت، بتوفر علينا مزيد من الخسائر، بتوفر علينا وقت تمين، بتوفر علينا احتياط عم يستنزف، بتوفر علينا وقت اللبنانيين ما بقى عندهم ياه، ما عندهم طرف ينطروه حتى نقدر نوصل على سكة التعافي وسكة إعادة وضع الأمر يعني بنصابه، بالموضوع الاقتصادي، بالموضوع المالي، بموضوع الإصلاحات. لذلك الأمر أنا برجع بكرر، اليوم كان نهار بتصور واضح جدا للبنانيين، في جهد كبير صرنا اشهر عم نقوم فيه، صرنا اشهر نطلع على التلفزيونات بنحكي مع 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 الاعلاميين، بنتابع نحن والاعلاميين هيدا الموضوع، وبالتالي اصبح من الضروري والضروري جدا انه نروح الى تشكيلها. نعم سعادتك، في سؤال كمان عم يطرحه او تحليل عم نشوفه كثير من بعد هذه الجلسه، انه يعني قبل كلمه النائب جبران باسيل خلال اليومين السابقين تم تسريب انه سوف تكون هناك كلمه مدويه للنائب باسيل، وبالتالي اعد الرئيس الحريري خطاب عالي النبره على هذا الاساس، ولكن
لما كثر قرأوا إيجابية مثل ما حضرتك تفضلت أنه صار واضح مين عم بيسهل ومين عم بيقدم حلول، لما كثر قرأوا هذه الإيجابية بكلام النائب جبران باسيل قالوا أنه الحريري وقع في فخ الكلمة المعدة مسبقا وأنه كان معلن نبره هيك، أنت كيف شفت هذا المشهد؟ سيدتي صحيح أنا نائب بالبرلمان اللبناني وكنت وزير قبل وعدة مرات بكون محضر لما كنت وزير واجه النواب يلي بيكونوا عالنين عن مواقف نارية قبل أو لما بنكون بنقاش ولما بشوف أو لما بكون بنقاش بلجنة نيابية أو أمام البرلمان ولما بشوف إنه موقف النواب هو عم بيلاقي موقفي هو عم بيلاقي المصلحة العامة ما بعود بغير الكلمة المبنية على مواقف كنت أنا معتبرها إنه هيدي هي مواقفهم وبعرف أتعامل مع الوضع الحالي بعرف أتعامل مع الوضع القائم لا طبيعي اليوم هيدي إذا فيما ولو ثبت إنه الرئيس الحريري محضر الكلمة قبل أو حدا مساعده بتحضير الكلمة قبل للرئيس الحريري وهو لم يتمكن من تلقف الإيجابية يلي ظهر بكلمة الوزير باسيل ولم يتمكن من تلقف الإيجابية يلي تقدر توصل إلى تشكيل حكومة بشكل سريع وقام قري هيك بشكل عفوي إنه محضر الكلمة وبقراها وبرجع ويصير اللي بده يصير يعني هذا كمان مرة تانية بنرجع نطرح ساعتها سؤال هل يؤتمن على الإصلاح هل يؤتمن على المواقف الحرجة الكبيرة اللي هي أكبر بكثير من إنه تفاجأت بكلمة كنت ناطرها أنا تكون سلبية طلعت إيجابية وما بقدر لقيها وما بقدر أتلقفها لا هذا أمر يدعو إلى القلق يعني إذا مش قادرين بهيك موقع وهيك مسؤولية إن نتلقف أمر من هذا النوع ونتعامل فيه على قد ما هو لا هذا أمر بتمنى ما يكون يعني بتمنى يلاقي أكيد بتمنى يرجع إلى 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 إلى, إلى, إلى الصواب ويرجع إلى تشكيل الحكومة من ضمن الثوابت اللبنانية من ضمن الدستور من ضمن الثواب من ضمن الميثاقية من ضمن الشراكة اللي كله منصوص عنه بالدستور اللبناني إنما أيضا الأمر مقلق لإلي كنائب وكمنتخب أمثل اللبنانيين الأمر مقلق لإلي إنه رئيس حكومة مكلف ما يقدر يتلقف إيجابية ممكن تؤدي إلى أن توفر الوقت وتوفر جهد على اللبنانيين وما يكون قادر يعملها يعني هذا أمر حياة مقلق. طيب أنا بعد قبل ما أنتقل على ما الخطوات اللي ناطرتنا أكان ماذا يعني يخبئ لنا الرئيس عون من خطوات أو ماذا سوف يفعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لأنه كمان حكي عن مبادرات وإلى ما هنالك بدي أسألك بعد عن مضمون كلام الرئيس المكلف سعد الحريري استعمل أيضا تعبير أزلام وزملائك بالتكتل اعترضوا على هذا التعبير هو استعمل أزلام وزارة الطاقة إذا مني مخطئة وأزلام بوزارة الخارجية شو رأيك؟ أنا زملائي وكلنا اعترضنا على هذا الكلام يلي لا يرقى لكلام رئيس مكلف بمجلس النواب ينحكى من رئيس مكلف هو بيعرف مظبوط اشتغل بثلاث وزارات مع وزراء للتيار الوطني الحر بيعرف وزراء التيار الوطني الحر كيف بيشتغلوا وبيعرف وزراء التيار الوطني الحر بأي مهنية وبأي مستوى بيشتغلوا هيدا الكلام أنا بربق فيه لرئيس مكلف ما بدي زيد طين بلي بجواب على قياسه منشان هيك بدي حافظ على الإيجابية يلي الوزير باسيل قام فيها نحن اعترضنا وطلبنا شطب هيدا الكلام غير اللائق
لا بالمجلس النيابي ولا بالوزراء لتعاقبوا على الوزارات اللبنانية بغالبيتهم. هذا الكلام لا يليق فيهم، أكيد ما بليق برئيس حكومة مكلف أو حتى رئيس حكومة سابق للبنان، لو حتى هو كان حاسس أنه بيقدر يقوله. لذلك الأمر نحن طلبنا شطب هذا الكلام من المحضر، هذا كلام ما بليق فيه، وبنتمنى ما يتم ترديده لا منه ولا من غيره، أحسن ما نضطر نجاوب بالقياس المضبوط على 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 هذا الكلام. فمش يلي تاريخه مستهلكه بالشغل مع الخارج وبأي مستوى بده يجي يحكي عن التيار الوطني الحر وعن 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 وزراء التيار الوطني الحر ووزراء فخامة الرئيس. طيب، بكلام النائب جبران باسيل رئيس تكتل لبنان القوي بيحكي عن حوار، هذا الحوار بده يكون فيه تأليف حكومي وإصلاحات وأيضا تطوير للنظام. فإذا ماذا في المرحلة المقبلة؟ هل سوف نكون أمام تشكيل أم أمام دعوة لحوار؟ أكيد نحن نتمنى بالأول أكيد نحن نتمنى أنه لو تشكلت الحكومة وفق المعايير المتعارف عليها في لبنان، بداية دستوريا ميثاقيا وبالشراكة المنصوص عنها بالدستور مع فخامة الرئيس. طبيعي تشكيل الحكومة اللبنانية فيما ولو توهم الرئيس المكلف أو غيره أنه هو باستطاعته لوحده أنه يشكل ويسمي الوزراء بديمقراطية برلمانية، وهذا ما ينص عليه الدستور اللبناني، هذا أمر ينص على الديمقراطية البرلمانية الدستور اللبناني، هذا أمر غير متاح في الديمقراطيات البرلمانية، لأن هذه الحكومة بدأ تأخذ ثقة مجلس النواب، وحتى تأخذ ثقة مجلس النواب بده يكون في عندها دعم من الكتل النيابية يأيدوها يعطوها الثقة، أحسن ما ننتقل نحن من حكومة تصريف أعمال حالية إلى حكومة جديدة. هاي الحكومة الجديدة ما بتاخد الثقة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، منكون بقينا بالوضع يلي نحن فيه. لذلك الأمر نحن نتمنى بالأول التشكيل، أما وإنه العقد لا زالت بادية. التيار الوطني الحر كان بكلمة رئيس اليوم بمجلس النواب منفتح وإيجابي للكلام مع الأفرقاء السياسيين في لبنان، يلي سوية كلنا سوا بدنا نشتغل حتى نقدر نأتي بحكومة تقدر تكون على قد أمان اللبنانيين وعلى قد المهمة الكبيرة المنتظرة منها وعلى قد المهمة الإصلاحية الكبيرة يلي مفروض تقوم فيها. أيضا النائب جبران باسيل تحدث عن حل مجلس النواب، ويعني يرفق هذا الطرح مع قوله أنه نحن نعلم أنه هذا ليس الحل الأنسب. طيب إذا هو ليس الحل الأنسب، لماذا طرحه بهذا التوقيت بالذات؟ يا سيدتي هذا كلام انحكى عنه بعدة مراحل. أتى بداية بمعرض استعراض السبل الدستورية للخروج من الأزمة الحالية، وأكيد العودة إلى استفتاء الشعب هو أمر محمود، لأنه بمقدمة الدستور الشعب هو صاحب السيادة، هو اللي بيمارسها عبر المؤسسات، والمؤسسة الأولى يلي بينتج الشعب اللبناني هو بينتج مجلس النواب عبر انتخابات نيابية بينتج فيها ممثلين لإله، هن بينتخبوا أو هن بينتخبوا أكيد رئيس الجمهورية، وهن بالاستشارات يلي بيعملوها مع رئيس الجمهورية يلي بيستشيرهم فيها رئيس الجمهورية بتأدي إلى تسمية رئيس حكومة مكلف، رئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية
بشكله حكومي بيكونوا راضيين عنها هودي الكتل النيابية حتى يرجعوا يعطوها سعه حتى تقدر تمارس. لذلك الامر بمعرض استعراض السبل الدستوريه لاعاده انتاج السلطه، حكي الوزير بسيل على الانتخابات النيابيه المبكره، وهيدا امر ما فوت يقول انه هيدا الامر ليس الافضل اكيد، لانه هيدا الامر بيخدنا الى مزيد من الوقت، بيخدنا بلنا على القليل شهرين حملات انتخابيه من النهار اللي بينحل مجلس النواب، بدنا نروح لدعوه الهيئات الناخبه والى فتره الحمله الانتخابيه ومن ثم الى انتخابات نيابيه ممكن ترجع تعيد ذات الانقسامات او ذات الاحجام خلينا نقول بالمجلس النيابي، ونرجع نروح من هونيك على استشارات نيابيه ملزمه ترجع بتنتج تكليف، ونرجع منبلش هونيك بتأليف الحكومة عن جديد. فبالتالي كل هالفترة هالوقت، هل الاقتصاد اللبناني، هل اللبنانيين عندهم طرف الانتظار، عندهم طرف الوقت هيدا تننطر مرة تانية؟ أكيد هيدا سبيل موجود ومتوفر لإعادة إنتاج السلطة، لإعادة تجديد السلطة في لبنان، حتى نعمل ريسيت للسيستم كله. إيه دستوريا الريسيت للسيستم كله هو اسمه انتخابات نيابية. إنما السؤال، ونحن على بعد أقل من سنة أصبحنا من الانتخابات النيابية الدورية المفروضة بأيار 2022، هل عندنا طرف هالوقت؟ من هيدي الزاوية حكي الوزير باسيل عن موضوع الانتخابات النيابية وقال إن منا الحل الأنجع، وبيعرف يعني إذا بدك الأضرار اللي ممكن تسببها على الاقتصاد وما إلى ذلك وبالانتظار وما إلى ذلك. وبالتالي حكي عن الطريق الأسلم والأقرب هي تشكيل حكومة بحسب المعايير الدستورية والميثاقية والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية، وتكون تحظى بدعم الكتل النيابية حتى تاخد ثقة، وتكون ملتزمة بالبرنامج الإصلاحي اللي كلنا توافقنا عليه تحت ما سمي بالمبادرة الفرنسية، حتى نقدر نرجع نحط البلد على سكة التعافي. طيب ماذا في المرحلة المقبلة؟ ما هي الخطوات التي سيقوم بها الرئيس عون؟ حكي عن إمكانية أن يوجه كلمة إلى اللبنانيين بعد الرسالة لمجلس النواب، وحكي عن يعني سلسلة من الخطوات ممكن أن يقوم بها رئيس الجمهورية. سيدتي، أنا ما بتكلم عن فخامة الرئيس. فخامة الرئيس هو بياخذ القرارات يلي بيشوفها لازمه لمصلحه البلد. فخامة الرئيس عنده يعني نحن صحيح تياره، نحن تياره السياسي، نحن وياه مثل ما على طول بقول نحن وياه واحد بالسياسه، بس نحن وياه مش واحد بالدستور. لذلك الامر لا استطيع التكلم عن اي خطوات ممكن فخامة الرئيس هو يقوم فيها. هيدي في دوائر مختصة بالقصر الجمهوري هي بتعلن عنها، انما فخامة الرئيس لم يألو جهدا ولم يوفر إمكانية لإيجاد الحلول واجتراح المعالجات للوضع القائم. الرسالة يلي اليوم كنا بصدد مناقشتها هي إحدى هالإجراءات يلي بتوقع ضمن صلاحيات فخامة الرئيس، توجه فيها إلى مجلس النواب، ولا يحط مجلس النواب أيضا أمام مسؤولياته، يوضعه بصورة الوضع المتردي على سكة تشكيل الحكم. الرئيس نبيه بري التقى الرئيس المكلف سعد حريري قبل الجلسة النيابية، ومن بعدها عقد يعني هيك خلوة إذا فينا نقول مع الوزير جبران باسيل، ومن بعدها عاد والتقى الرئيس المكلف سعد الحريري بعد الجلسة.
كثر حكيوا عن أنه الرئيس بري يحاول أن يمتص التشنج خلال الأيام الماضية وأيضا اليوم، وحتى عن محاولة يعني أن يقوم بلقاء بين الحريري وبين النائب باسيل. يعني ما بعرف إذا عندك معطيات، ولكن بحسب رؤيتك شو محضر الرئيس بري؟ شو رح يعمل؟ هل رح ينجح بجمع القطبين؟ أكيد الرئيس بري اليوم مثله مثل كل السياسيين ومثله مثل كل اللبنانيين، أكيد بقدر أنه واحد تفاجأ واثنين ظهر له حقائق كثيرة كان يمكن عم هو بجو مغير لإلها، إن كان عن موقف فخامة الرئيس أو موقف التيار الوطني الحر من تشكيل الحكومة. لذلك الأمر أنا أتوقع أن الرئيس بري مثل كل الأطراف اللبنانيين يلي بهمهم إنه تتشكل حكومة يلي واعيين للتحديات الكبيرة يلي عم يواجهها الاقتصاد الوطني والأزمات الاجتماعية والاقتصادية اللي عم تواجه اللبنانيين، رح يكون عنده جهد إيجابي بهذا المجال. نحن بالتيار الوطني الحر والرئيس باسيل قال عدة مرات إنه نحن ما كان عنا ما عنا مشكل بالشخص مع حدا، لو هو بده ياخذ هذا الموضوع على المستوى الشخصي نحن همنا بدايه المصلحه الوطنيه، انقاذ الوضع المتدهور للبنانيين، وهيدا باساسه بده حكومه فاعله وقادره على هذا الامر، وهذا كله بيقطع عبر التشكيل السريع. لذلك الامر نحن كل اللبنانيين شافوا المشهد المسهل يلي عرضوا اليوم الوزير باسيل يلي اكد على موقفه السابق، خذوا الحكومه واعطونا الاصلاحات، يلي اكد على مواقف كثيره اعلنت قبل يا اما بالمفاوضات مع الافرقاء السياسيين او حتى على الاعلام. اليوم الرئيس بري بتصور تبين له العديد من الحقائق واكتشف العديد من المغالطات، في يقول لحد الأكاذيب يلي سيقت بهذا المجال، بتصور بين له لمس اليد انه الحقيقة شو هي، وبتصور اكيد رح يكون بصف المسهلين والعاملين وسعات الخير لتأليف الحكم. بدي أختم معك محور جلسة اليوم لحتى أسألك بالآخر عن مواقف النائب السابق وليد جملاط رئيس الحزب التقدم الاشتراكي، ولكن أختم معك بمحور جلسة اليوم، كيف قرأتم موقف حزب الله وكلمة حزب الله التي قال فيها كثر أنه هي لا موقف أو أنه على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وما إلى هنالك، كيف أنتم شفتوها؟ لا نحن منقدر حرص سألتيني سؤالين، بلشت بالأستاذ وليد جملاط وخلصت أستاذ وليد جملاط رح أسألك عنه بعد شوي بحزب الله وبكلمة يعني النائب محمد رعد. أكيد حزب الله هو من الأفرقاء الحريصين على الاستقرار بالبلد، من الأفرقاء الحريصين على يعني على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وأكيد كانت كلمة يعني الحاج محمد رعد هي بإطار احتواء تصعيد ممكن يحصل، وتبريد الأجواء، ويعني يعني تبديد اذا بدك هيدي التنشن، هيدا التوتر يلي كان الاعلام عم بيجرب يمكن قبل يصور لنا انه حاصل، ويمكن وقع فيه الرئيس الحريري وقع فيه هو. بقى انا قريتها من هيدي الناحيه، وانا بفهم حرصهم على تشكيل
الحكومة، وبعرف وسمعنا حرصهم على الحفاظ على الدستور والميثاقية والشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية بعملية التأليف. النائب السابق وليد جملاط. النائب السابق وليد جملاط هنالك تدرج مع مواقف حصل نهار الخميس، كان له موقف وقبله كان له موقف، واليوم في كلمة الزميل هادي أبو الحسن كمان اجت بذات السياق. الأستاذ وليد جملاط يسعى إلى التهدئة، وهذا أمر واضح يعني التوجه السياسي الحالي. الأستاذ وليد جملاط يقرأ المتغيرات السياسية في الإقليم وفي المنطقة، ومتغيرات يلي في إلى تأثيرات مباشرة على السياسة في لبنان، وهو يعني يحاول أن يتماشى مع الوضع القائم القادم على المنطقة. أنا بتمنى كمان باقي الأفرقاء وبينهم الرئيس الحريري فيما ولو كان قادر بهذا الموضوع إنه يقرأ الوضع القادم على المنطقة ويطلع من أفكار العودة بعقارب الساعة إلى ما قبل 2005 أو إلى فترة توتر، ما فكر يمكن بفترة قصيرة إنه ممكن تقدر ترد الوضع إلى ما قبل 2005 وإلى الاستئثار بالسلطة والضرب بعرض الحائط الدستور اللبناني والنظام الديمقراطي البرلماني يلي بيرعى تشكيل الحكومات في لبنان. الاستئثار ولا إلى غير رجعة، ما في قوة احتلال اليوم نستقوي أو يستقوي فيها. اليوم هنالك مجلس نيابي، في توازنات، هنالك دستور، هنالك ميثاق يحكم علاقتنا بين بعضنا كلبنانيين، وبالتالي بنتمنى العودة لإله، نشتغل من ضمنه على الرغم وما بدي اتجاهل، ما بدي اغفل الكلام اللي صرنا مكررينه عدة مرات عن ضرورة تطويره لهيدا النظام يلي أكيد أصبح مولد للأزمات، لأنه انصاق بفترة كان في الوصي هو اللي بيعمل اللي بيعيد يعني انتظام الموضوع، كلما نعلق بأزمة سياسية مثل ما هي اليوم. واليوم كانت كلمة الوزير باسيل واضحة وقال من حرصنا على الدستور، نحن مجبورين وملزمين أن نذهب إلى تطويره لنغطي كل الثغرات يلي فيه يلي عم بتأدي إلى أزمة يصعب حلها أوقات على الحامي وأوقات بتكاليف كتير باسة. أنا بدي أشكرك سعادة النائب سيزار أبي خليل عضو تكتل لبنان القوي على هذه المداخلة، شكرا كثير لك، أخذنا من وقتك، بعرف كان وقتك ضيق اليوم، شكرا لك. مشاهدنا بريك ومنرجع. عودة لمتابعة، رح نبقى سوا مباشرة على الهواء، وبهذا القسم وحتى بالقسم الأخير رح نحكي عن الوضع المالي والوضع النقدي، سعر صرف الليرة بمقابل الدولار، مع رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق دكتور باتريك مارديني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. بداية يعني بعد جلسة اليونسكو اليوم، بعد جلسة مجلس النواب، الدولار ضرب ب 13,000 إذا ماني غلطانة، مرجح يرتفع أكثر؟ ليكي، أنا ارتفاع الدولار ما بيفاجئني، أنا اللي بيفاجئني هو أنه الدولار ينزل أو يستقر. الاتجاه العام للدولار هو تصاعدي، لأنه بعدنا عم نطبع ليرة لبنانية، وكل شيء ونحن عم نطبع ليرة لبنانية الدولار بده يطلع، وعم نطبع ليرة لبنانية لأنه الدولة اللبنانية
عم عندها عجز بالموازنة العامة، نفقاتها أكثر من إيراداتها، وعم بتمول هذا الفرق بين النفقات والإيرادات عن طريق طباعة الليرة، لأنه خسرت قدرتها على الاستدانة، ما بقى حدا يديننا مصاري بعد ما تخلفنا عن دفع ديوننا. الطريقة الوحيدة لنستدين مصاري هي من المصرف المركزي عن طريق طباعة الليرة. ونفس الشيء المصارف اللبنانية عندها خسائر، قررنا أنه بدنا نمول لها خسائرها عن طريق طباعة الليرة، هيدي كمان كان قرار. وبالتالي اليوم المواطن اللبناني بس يروح على البنك بده يسحب دولارات، وما بنسحبوا إياها بالدولار، بنسحبوا إياها بالليرة اللبنانية. من وين بنجيب هالليرة؟ بنطبعها. وبالتالي اليوم في عملية طباعة ليرة كثيفة من أجل تمويل نفقات الحكومة من جهة، ومن أجل تسحيب اللبنانيين دولاراتهم بالليرة اللبنانية من جهة تانية. وهيدا طباعة الليرة بتأدي على طلب للدولار، لأن اليوم بس يفوت ليرة أكثر على السوق، الناس اللي بيوصل الليرة على إيديها شو بدها تعمل فيها؟ بدها تروح تطلب فيها دولار، تحولها على دولار، يا أما لتقدر تشتري السلع والخدمات اللي هي بحاجة لها، يا أما كرمال تحافظ على القدرة الشرائية لأنها مقطوفة بالقدرة الشرائية تبع الليرة اللبنانية. وحتى الحكومة اللبنانية بس عم تاخذ ليرة لبنانية عم تركض تحولها لدولار لتستورد فيها فيول ولا تدفع الاشتراكات الدولية وإلى آخره. والمصاري اللي بتعطيها لموظفين، الموظفين تبعونها بيرجعوا بيحولوها على دولار. وبالتالي طباعة الليرة تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وبس يزيد الطلب على الدولار سعر صرف الدولار بده يطلع، بدها تدهور الليرة اللبنانية. وبالتالي صعود الدولار أنا ما بيفاجئني. هلا طبعا عدم الاستقرار السياسي، يعني إذا الناس بيتأملوا انه والله ممكن تتشكل حكومة وهي الحكومة ممكن تبلش بالإصلاحات، ممكن تتفاوض مع الدائنين أو تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، إذا بحسوا انه في بوادر خير هن بيرتاحوا نفسيا. وبصير إذا واحد معه دولار بيقول لك خليني بيعه اليوم لأنه بده يصير في شيء منيح بكرة بالمستقبل، ويخلي الدولار ينزل فخليني بيعه، وبالتالي بصير بينضخ دولار بالسوق من الناس. أما بالمقابل إذا بتتأزم الوضع السياسي بالبلد، وهذا الشيء اللي صار اليوم، متأزم الوضع السياسي بالبلد، الناس اللي كان عندها شوية ثقة أنه ممكن بعد يجلس الموضوع رح تركض وتحول ليرتها لدولار، بتقول لك يا خي الله أعلم البلد من رايح، ليكون عم بيقتلوا بعضهم بالبرلمان. وبالتالي هذا الشيء بيؤدي لتشنج اكثر ولا ضغط على الليره، بس هيدا كله عامل نفسي بيلعب على المدى القصير، يعني بيلعب بين يوم على بكره جمعه، هيدا مدي اوكي، اللي بياثر على سعر صرف الدولار على شهر وشهرين وثلاثه وسنه لقدام هو كميه الليره اللي عم نطبعها، وبعدنا عم نطبع كثير ليره وكل شيء، وما بنوقف طباعه الليره مع مشاكل سياسيه او مع وفاق سياسي، مع برلمان ومع حكومه او بلا برلمان وبلا حكومه، الدولار بده يطلع، كل شيء عم نطبع ليره على المدى المتوسط. هلا على المدى القصير الخطوات السياسيه بتاثر شوي على السايكولوجي تبع العالم، بس على المدى الطويل ما بيصح الا الصحيح، والصحيح انه عم نطبع ليره، وهيدي الليره عم تتحول لطلب على الدولار، والطلب على الدولار عم بيؤدي لارتفاع سعر الدولار. طيب المنصه يلي صار لنا ما بعرف قديش عم نسمع فيها وعم نعلك اذا بدي استعمل التعبير بهذا الموضوع، قديش بتساهم هذه المنصة بشوية استقرار يعني؟ ليكي المنصة أنا برأيي بدك تشوفي كيف بده ينشغل فيها، يعني إذا عملنا نحن منصة كرمال نقول للتجار، وهلأ فوتنا الأفراد ما بعرف فيك بهاي، إذا بدنا نقول للتجار ولا الأفراد إنه نحن هيدي المنصة تعوا خدوا دولار على 12,000، طبعا من وين بدي اجيب لهم دولار لبيعهم اياه على 12,000؟ اذا بدي اطلع اشتري الدولار من السوق السوداء، اذا المصرف المركزي او المصاري او مين ما كان بده يضخ دولار بقلب هالمنصه، اذا بدي اروح اشتري الدولار بالسوق السوداء على 13 14 15 كرمال يبيعها بالمنصه على 12، سعر الصرف بالسوق السوداء بده يضرب بالسما، وبالتالي بيصير في عندك ناس بسمنه وناس بزيت. الناس اللي عندهم وصول الى المنصه هدول بيكونوا محظيين بياخذوا دولار بسعر صرف 12,000، والناس اللي ما عندهم دخل واللي ما عندهم وصول على المنصه هدول مع التريم بدهم يروحوا يشتروها من السوق السوداء. هون ساعتها بيصير في فرق كبير بين سعر المنصه وسعر السوق السوداء، وسعر السوق السوداء بيرتفع وبيختلف عن سعر المنصه. وبالتالي اذا الهدف من المنصه هو تخفيض سعر الصرف، نتيجتها رح تكون تدهور اكبر للدولار بالسوق السوداء، يعني ارتفاع اكبر للدولار، تدهور اكبر للليره بالسوق السوداء. اما اذا المنصه هدفها تشتغل مثل هدول المنصات اللي كنا ننزلهم على التليفون او الابلكيشن، لانه هي بس شغلتها تعكس سعر السوق السوداء،
وبالتالي ما شغلتها تنزل، شغلتها تعكس سعر السوق السوداء. إذا هيدي شغلتها ما في مشكل فيها، يعني ساعتها بنقدر نوحد سعر المنصة مع سعر السوق السوداء، لأنه المنصة صارت عم تعكس سعر السوق السوداء. اللي عم جاري بيقولوا إذا متوقعين إنه المنصة إنها تغير سعر الصرف، إذا بدك نتيجة هيدا الشيء رح تكون سيئة، لأنه إذا بدنا نشتري دولار من السوق السوداء ونبيعها على المنصة رح يطلع الدولار كتير بالسوق السوداء، وبالتالي هي فكرة مش منيحة. أما إذا شغلت المنصة تعكس حقيقة السوق، إيه بتكون عم تزيد شوية شفافية على عم طريقة عمل السوق، بتكون عم تدخل المصارف اللي هن اليوم منهم داخلين بسوق الصرف، لأنه أنا اليوم إذا بجيب روح عند المصرف وبقول له هيدي 12500 يعطيني دولار، ما بحق له يعطيني دولار، ما هيك؟ إذا بقول له هيدي 3950 يعطيني دولار، أكيد ما بيعطيني، لأنه بيعرف إنه دولار بيسوى 12500. وبالتالي فكرة إنه عندي تعدد أسعار صرف تمنع المصارف والصيارف الشرعية، والصيارف الشرعية بيضلوا يشتغلوا تحت الطاولة، على المصارف يصيروا بيشتغلوا مع الصيارف بالوضع اللي نحن فيه. طريقة تعدد أسعار الصرف تمنع المصارف من أنها تقدر تعمل عمليات صرف لزبائنها. من هون فكرة أنه المنصة عم ترجع تعيد المصارف إلى العمل، وبالتالي مش ما كل العالم تروح على السوق السوداء. إذا هيدا الهدف منها للمنصة، مش التلاعب بس قصدي التلاعب بسعر الصرف يعني تخفيضه، إذا الهدف من المنصة ليس تخفيض سعر الصرف بل إدخال المصارف إلى السوق من أجل زيادة عدد اللاعبين مش ما يقعد حدا يقدر يتحكم بالسوق، هيدي بتكون شغلة إيجابية بس ما بتوطي لك سعر الصرف، بس بتكون شغلة إيجابية عم بتردي المصارف شوي شوي على السوق، عم بتعمقي السوق، عم بتوسعيه، عم بتكبريه. أما إذا عم نعمل منصة لنوطي سعر الصرف، المنصة بدها تفشل والسعر بالسوق السوداء بده يطلع. يعني بتصور هيدا الأساس اللي لازم نستوعبه بموضوع المنصة. في حدا عم يسألني على الواتساب عم يطلب مني أن أسألك إذا صحيح أنه بالأيام اللي جاية أو بالمرحلة المقبلة رح نصير نقدر نسحب على 5000 دولارات من البنك. ليكي طلع تعميم مصرف لبنان قبل المنصة وقال الإبقاء على 3950، وبالتالي هيدا الشيء بده يطلع بتعميم. أنا اللي بدي أقوله هون هو أنه هيدي المنصة الإعلان مصرف لبنان إنه الدولار بالمنصة صار 12000 قطع 12000، هيدا شغلة كبيرة، لأنه أول شيء هيدا اعتراف إنه سعر الصرف 12000 مش 1005 مش 3800. قبل كان مصرف لبنان يقول أنا سعر الصرف بعده 1005، سوق السوداء أنا ما خصني فيه، هيدي القوى الأمنية روح يكب على ظهر القوى الأمنية. اليوم بس عم يطلع ويقول سعر المنصة 12000، هذا أول شيء اعتراف أنه سعر الصرف تدهور من 1500 إلى 12000. لكن والاعتراف بالحقيقة منيح، هلا أوكي الحقيقة أنه 13000 اليوم مش 12، بس أنه قرب على الحقيقة، على الأقل اعترف بمبدأ أنه صار في عندك تدهور بسعر الصرف، هذه شغلة منيحة. هلا شغلة ثانية معناتها أنه بما أنه أصدر تعميم دغري قبله وأكد على 3950، يعني المصرف المركزي عم بيرسخ التمييز بين الدولار القديم والدولار الجديد، عم بيقول في شيء اسمه دولار قديم بالبنك قيمته 3950 وفي شيء اسمه دولار جديد قيمته 12000، وبالتالي دولارك اللي انت بالبنك بطل دولار، صار شيء ثاني، صار دولار قديم قيمته 3950، الدولار الحقيقي قيمته 12000. هذا كمان اعتراف رسمي بترسيخ الفرق بين الدولار القديم والدولار الجديد، وبالتالي بطبيعه الحال هيدا اذا بدك استطرادا، يعني انت اليوم عم تعملي وكأنك عم تعملي هيركات تقريبا 70% على المودعين، لانه المودي اللي عنده 100 دولار بالبنك هال 100 دولار تسوى 3950، يعني الدولار فيها بيسوى 3950 بالسوق بيسوى 12000، يعني عم تعطيه ثلث قيمته، ما هيك عم تعطيه ثلث قيمته، وبالتالي بس المودي بده يروح يسحب هذا الدولار عم نعمل له هيركات. اذا عم بحكي على الاسعار الرسميه، يعني سعر المنصه الرسمي اللي هو 12000، قبل كنا نقول سعر السوق السوداء هيدي زعبره ما تردوا عليه، بس هلا بطل زعبره بما انه صار رسمي. وبالتالي هيدي شغله مهمه اللي هي انه المنصه هي نوع من اعتراف بوجود عملتين دولار بلبنان، الدولار القديم والدولار الجديد، وبطريقه لادخال المصارف على هيدي السوق. بس ما بتصور هي الهدف منها تخفيض سعر الصرف، لانه اذا بده يقول انه بدنا نخفض سعر الصرف بدها تفشل صراحه، ما بيقدر يخفض سعر الصرف. طيب كمان عم توصلني اسئله كثيره على الواتساب، هذا دليل قديش يعني العالم مهتم تعرف لوين رايحين على الصعيد المالي والنقدي ومصرياتها وودائعها بالبنوك. عم يسألني عن الدواء ودعم أو ترشيد الدعم بما يتعلق بالدواء.
هو طلع حكي وزير المال بهذا الموضوع. صحيح، ليكي الدعم السياسي أثبتت فشلها بلبنان بعد ما كانت أثبتت فشلها بكل البلدان اللي جربت فيها برات لبنان. يعني أنا بعد بلش بالدعم، قلنا يا جماعة الدعم السياسي بده تفوتكم بالحياة، شوفوا شو صار بغيركم. نحن الحلو فينا بنروح بنبرم على أسوأ سياسي ونجي بنطبقها. يعني هيدي سياسة فاشلة، شعبويا حلوة، بنقول إنه بتيجي الدولة اللبنانية بتدفع حق الدواء عن المواطن، وبتدفع حق السلة الغذائية والبنزين والميز وهالقصص، بتدفع الدولة حق على المواطن عن المواطن، وبالتالي بس المواطن يروح يعبي بيدفع جزء صغير من السعر، ما هيك هذا المنطق تبع الدعم. هيدي سياسة فاشلة لأنه أوكي صحيح بالحكي عم ندفع حقنا عن المواطن، بس بالفعل اليوم الدواء مقطوع، اليوم فيك تلاقي دواء بلبنان؟ مش عم نلاقي دواء بلبنان، أوكي؟ ومش بس دواء، اليوم البنزين عم فيك تعبي بنزين أنت؟ المحطات نصها مسكر، ثلاث أرباع مسكر، والمحطة الفاتحة بدك تنطري بالصف شي ساعة لكرمال يعبي لك 20,000، ما هيك؟ مازوت كمان مقطوع بالبلد لانه اصحاب الموتورات اسمعي كل يوم عم بيطلعوا يصرفوا، يا خيي ما لنا عم نلاقي مازوت تبعهم، عم نشتري مازوت بالسوق السوداء. وبالتالي سياسه الدعم اسميا حكي، بالحكي حلوه انه عم ننزل السعر على المواطن، ولكن بالفعل هي عم تقطع السلع عن المواطن. الشيء الزياده اللي صار انه هيدي السنه، الشيء اللي طلع وقاله مصرف المال واكد عليه وزير الماليه، انه هيدي السنه لحد نص السنه، هلا بعد ما وصلنا لنص السنه، فاتوره الدواء هي ضعف فاتورة هيديك السنة. عم ندفع دوب والدواء مقطوع، هيديك السنة كان في دواء، شو معناتها؟ معناتها انه عم بيصير في كثير هدر بسياسة الدعم، معناتها انه الدواء اللي الدولة اللبنانية عم تدفع حقه نيابة عن الشعب اللبناني بسياسة الدعم، ما انه عم يوصل للشعب اللبناني، عم بيعاد تصديره لغير بلدان، اوكي؟ في يكون عم يعاد تصديره عبر البر الكل عم يحكي فيها، بس كمان في يكون عم يعاد تصديره عبر البور، يعني او انه بيوصل توصل على على البور وبترجع تطلع دغري، والله ومش هيك بتشوفيهم بكل بلدان العالم. وبالتالي سياسة الدعم هي لن لا تؤدي الى النتائج المرجوه، واللي وصلتنا له انه صرنا عم ندفع اكثر بكثير من ما لبنان عاوز اجنبيه، واكثر بكثير من ما لبنان عاوز محروقات، واكثر بكثير من ما لبنان عاوز سله غذائيه، ورغم انه عم ندفع اكثر بكثير مش عم توصل للعالم، البنزين مقطوع، المازوت مقطوع، والدواء مقطوع، والسله الغذائيه مقطوع. وبالتالي هون بتفوتي على فكره انه يا جماعه ما بقى فينا نكمل بسياسه الدعم الحاليه، يجب ترشيد سياسه الدعم. وهذا الحكي اللي انا عندك مش شفريه انا بحكي فيه، اللي من اول ما بلشوا سياسه الدعم وانا عم بقول انه يا جماعه هيدي السياسه بدنا نفوضنا بالحياه، الشعب اللبناني اللي مفترض يستفيد من الدعم ما راح يقدر يستفيد من الدعم، لانه هيدي السلعه ما راح توصل له، هيدي السلعه راح يا اما تخزن يا اما تهرب يا اما توصل للاثرياء. اليوم انت الدعم البنزين ما بيوصل للفقير، الفقير ما عنده سياره، او للاجانب على ارضنا كمان، للكل، للاجانب على ارضنا وبرات ارضنا، يعني لا عرفتي للي معه سياره للثري على حساب الفقير، اللي عنده ياخد بيعبيه مازوت بيطلع له مازوت مدعوم، اللي عنده شريف فريه بده يدفيها مازوت بيطلع له مازوت مدعوم، الفقير المعتر اللي عم يتدفع على الحطب ما هو عم يستفيد من المازوت المدعوم، ما هو عم يستفيد من البنزين المدعوم، الاكل السله الغذائيه المدعومه اذا بتلاقي تنك زيت بالسوبر ماركت الناس عم تقتل بعض عليها. وبالتالي السياسه اثبتت فشلها، ومنيح اعترفنا بالحكومه، يعني اعترفت واخيرا بفشل هذه السياسه، وعم تقول انه بدها ترشد الدعم، وهون بتفوتي على كل الحديث اللي له علاقه بترشيد الدعم. عظيم، اذا بدنا نحكي عن ترشيد الدعم وسياسه الحكومه وما تطرحه لتمويل هذا الموضوع، البطاقه التمويليه، شو رايك بكل الموضوع هيك بالباكج اللي مقدمته الحكومه، وهل هو قابل للتطبيق؟ لك اول شيء من حيث المبدا، البطاقه التمويليه هي احسن بكثير من الدعم، لانه بالبطاقه التمويليه بدل ما تكوني انت عم تدفعي مصاري للتاجر نيابه عن الشعب اللبناني، ويمكن التاجر يعطي هالبضاعه للشعب يمكن ما يعطيها للشعب، صرتي عم تعطي المصاري مباشره للناس، عم تقولوا للناس روحوا اشتروا اللي بدكم، وبالتالي التاجر ما بقى يقدر يخبي هالسلع عن الناس، لانه الناس معها مصاري بدها تشتريها وهو بده يبيع، وبالتالي بتحلي مشكله انقطاع السلع على الاساس، وبالتالي من حيث المبدا نظريا البطاقه التمويليه احسن من الدعم، بس البطاقه التمويليه احسن من الدعم من سنه ونص، اوكي، من وقت ما بلشوا الدعم من سنه ونص نحن عم نقول يا جماعه اذا بدكم تساعدوا ما تعملوا دعم، اعملوا بطاقه تمويليه. ليش؟ لانه الدعم بكلفني 6 مليار دولار بالسنه، بطاقه تمويليه على حسابات الحكومه بتكلف 1.3 مليار دولار بالسنه، هذه خطه الحكومه اللي تسربت، اوكي، وبالتالي ال 6 مليار دولار اللي صرفناها بسنه كان ضايلنا 4-5 سنين، اوكي،
اوكي. يعني نحن بدل ما كنا عم نساعد الشعب اللبناني لمده 4-5 سنين لنتخطى الازمه، نعطيه كاش على جيبته عم بيفوت، اوكي، هدرنا 6 مليار وقت خلصوا المصاري الا يي عملنا سياسه غلط هات لنغيرها ونعمل بطاقه تمويليه. تو ليت، البطاقه التمويليه كانت منيحه وكانت بمحلها من سنه ونص، اوكي، بديل الدعم، بس وقت صرفنا كل المصاري هلا صرنا نعمل بطاقه تمويليه. بقى هيدي اول نقطه. يعني انا بدي اقول انه بطاقه تمويليه اول شيء تاخر. ثانيا، لو الحكومه جديه بموضوع البطاقه التمويليه كانت وين البطاقات بعد ما شفناها؟ كانت اجت سجلت الشعب اللبناني وزعت له بطاقات، اوكي، وساعتها راح يكب على مجلس النواب الرئيس دياب 100%، ومجلس النواب بكب على الحكومه وبتروح بالعلك السياسي مثل ما كل الاصلاحات اللي كان مفترض تصير بالبلد كمان البلد يرجع يقلع ضايعه بالعلك السياسي. يعني نحن اليوم لبنان اذا بنعمل الاصلاحات بدنا شي 3-5 سنين لنطلع من الازمه، هذا اذا بنعمل الاصلاحات. قلنا سنه ونص بعد ما عملنا اصلاح، ويمكن نقعد 5 سنين ما نعمل الاصلاحات، هذا قبل ما بلش نطلع. يعني انت تطلع الازمه بدك تعمل اصلاحات، نحن بعد ما بلشنا ما بنعرف كم سنه رح نقعد قبل ما اللي عندنا يقرروا يبلشوا اصلاحات، وهذا جزء من الاصلاحات. هلا على كل الاحوال هون عم يفرض عليك انه ما بقى معك مصاري تدعم، شو بدك تعمل؟ انا برايي هلا هون الحكومه عنده مشروع انه نحط ضارب عينه على الاحتياط الالزامي، وبده يشلح مصرف لبنان الاحتياط الالزامي، فعم بيقولوا لمصرف لبنان انه بدك تكمل دعم 3-4 شهور لبين ما كنا عملنا البطاقه التمويليه، وبعدها 3-4 شهور بدك تمولنا البطاقه التمويليه مع استمرار الدعم على بعض السلع مثل القمح اللي هو مش مشكل لانه حجمه صغير، والادويه والقطاع العام هيك. وبالتالي يعني بضل في عندك فاتوره محرزه، بنكون نزلنا الكلفه من 6 مليار ل 3 مليار اذا بتزيدها على البطاقات التمويليه القطاع العام والاشياء الثانيه. طب بس برضه هي 3 مليار نحن ما معنا اياها، يعني هذا الترشيد لو عملناه من سنه كانوا المصريات ضاينونا شوي اكثر، بعد ما خلصوا المصريات جينا بدنا نعمله. انا برايي هذا الحال تاخرنا كثير عليه، انا برايي هذا الحال كان جيد من سنه ونص. اليوم بطل جيد، اول شيء لانه تاخرنا، ثاني شيء لانه تنفيذه بعد مش مضمون. لو عملنا منصه وسجلنا العالم وبلشنا نوزع بطاقات، واحد بيقول يا اخي ها قربت، بس انه هيك لمعلق ولا مطلق بعد ما مش منطقي. وثالثا تمويله، عندك مشكله بتمويله، من وين بدك تجيب المصاري؟ ما هيك؟ بتحطيهم بالبطاقات التمويليه، لو من سنه انعمل كان معك 6 مليار بتحطيهم بضينوكي 4-5 سنين، هلا اليوم عم تعملي خلص ما بقى في مصاري. هلا راح رئيس الحكومه على قطر وقالوا القطريين ان شاء الله بنشوف يعني. بس انا بقدر اقول لك لانه انا جربت اتواصل مع ناس فاعلين بالمجتمع الدولي، كانوا عم بيقولوا انه يا خيي نحن قايلين من زمان للحكومه اللبنانيه انه مستعدين نعطيها مساعدات مقابل الاصلاحات، يعني المصاري من اجل تمويل البطاقه التمويليه. في عندك المجتمع الدولي اللي محمد يساعد لبنان مثل فرنسا، مثل صندوق النقد الدولي، يمكن مثل البنك الدولي، ما بعرف من هن الدول اللي مستعده بعد تساعد لبنان. هدول عم بيقولوا لنا اعملوا اصلاحات وانا بحط لكم مصاري بالبطاقات التمويليه، بس احنا ما عملنا اصلاحات، احنا ما عملنا ولا اصلاح، عشو بدهم يعطونا مصاري؟ نحن بعد مش قادرين نشكل حكومه، يعني قبل ما نحكي بالاصلاحات وكذا، خلينا نشكل صحيح. حكومه. طيب خلينا نتوقف دكتور مع بريك ونرجع منكمل انا وياك، بدنا نحكي بعد البريك عن زياده الاجور وعن الكارنسي بورد، لانه هذا الحل برايك وانت مش اول مره بتحكي عن هذا الموضوع، خلينا ناخذ بريك ونرجع. عودة لمتابعة رح نبقى سوا مباشرة على الهواء مع الدكتور باتريك مارديني. دكتور، يعني عم نسمع انه موظفي القطاع العام عم بيطالبوا باضرابات لزيادة اجورهم، وحتى بالقطاع الخاص في كتير موظفين عم بيطالبوا انه اعادة جدولة لاجورهم تتناسب مع الظروف، قديش هذا الشيء ممكن؟ هذا الشيء مش ممكن قبل اطلاق العجلة الاقتصادية، لانه معاشات الموظفين عاده بتلحق انتاجيتهم، وببلد مش عم ينتج ما فيك تزيد المعاشات، لانه بكل بساطه اذا انا اليوم بقول لهم بالقطاع الخاص بدكم تزيدوا المعاشات لموظفينكم، ما عم يشتغل، ما حدا عم ببيع، ما حدا عم يشتغل بالبلد، وبالتالي بيقولوا ما بدي كل هالشغله، يا اما بيشحطوا الموظفين تبعونهم لو ما معهم يدفعوا لهم معاش. بكل بساطه اللي عنده شغيل عم يساعده بيودي بيقول انا خيي بدي اشتغل الشغل بايدي، ما معي يدفع له الشغيل اصلا، هيك كل الشركات عم تسكر عم
عم تخسر. يعني احنا اليوم عندنا نمو سلبي 25%، يعني الشركات عم تخسر 25% او عم تسكر، سكر 25% من الشركات. الاقتصاد اللبناني صغير 25%، وبالتالي وين بدك تزيدي لهم كلفه؟ اللي بعده واقف على اجريه وعم بيشتغل، او ما في حدا عم يشتغل وعم يربح، بس اللي بعده راضي انه يخسر على امل انه يتحسن الوضع بالمستقبل، بيقول لك ما بقى بدي كل هالشغله، يا اما بسكر شغله نهائيا وبفل وبيقول انه شو انا بدي اشتغل لاخسر، لا ادفع للموظفين، ما له معنى، ما انا عم بدفع من جيبتي باخر النهار، يا اما بده يشحط الموظفين. وبالتالي بالقطاع الخاص مستحيل تزيد الحد الادنى، مستحيل تزيد الاجور. هلا هالشيء سيء جدا، انتبه، مش عم بقول انه لا يجب زيادة الاجور، لانه انت اليوم كل اليد العامله الكفؤه اللي متدربة بلبنان، اللي اليوم عم بيشتغل، اللي بتدرب يشتغل بمطعم او بشركه او شو ما كان، هذا ما بقى يبقى بلبنان، بده يفل. وبالتالي حيلا انسان كفؤ بيعرف انه بلبنان لانه البلد ما عم يشتغل ما راح يطلع له زوده معاش، لانه الشركه ما قادره تزيد له، وبالتالي بده يحمل حاله ويفل برات لبنان، وبالتالي راح نشوف هجره جماعيه ومبكيه وحزينه، لانه البلد ما انه قادر يزيد الاجور. هذا بالقطاع الخاص. بالقطاع العام بعد اسوء، القطاع العام اصلا ما عنده انتاجيه من الاساس. اذا بيجوري ليش ليش هيك؟ مش عم تظلمهم شوي؟ بلا بدك افتح لك بدك افتح لك ملف القطاع العام، فوت فيهم قطاع قطاع الاتصالات، يعني ما مش لعدهم كلهم. بقى القطاع العام اصلا انتاجيه كثير ضعيفه. اذا بدك تزيدي المعاشات وهن ما عم بيزيدوا انتاجيتهم، يعني ما عم بيدخلوا مصاري مقبول المعاش اللي عم تزيدي لهم اياه، من وين بدك تجيبي المصاري تدفعيهم؟ يعني رح تكبري عجز الموازنه العامه، يعني الدوله اللبنانيه رح تزيد نفقاتها، ومن وين بدها تمول هيدي النفقات؟ اليوم ما بقى حدا يدين لنا مصاري، فبدها تضطر تمولهم عن طريق زياده طباعه الليره، وبالتالي هذا الشيء رح يؤدي لتضخم، يعني لارتفاع اكثر بسعر صرف الدولار. انا برايي مجرد الحديث عن امكانيه زيادة الأجور رح يؤدي لنقطة الدولار، لأنه هذا شيء كثير خطير ببلد قلت لك ما عنده نمو. وأكثر من هيك، إذا بنعمل هيدي الخطوة الدولار رح يفز فزة ما بتفهم. طبعا نحن بنتمنى أن الأجور ترتفع بلبنان، الطريقة الوحيدة لترتفع هيدي الأجور هي عن طريق إعادة إطلاق النمو، بس الشركات تشتغل بصير فيها تدفع للعالم، أصلا بصير لمصلحتها تخلي الشغيل الشاطر عندها تدفع له معاش أعلى لتخليه مشان ما يفل، ما هيك؟ أما اليوم يعني لا حول ولا قوة، من وين نجيب المصاري لدفع النمو؟ عظيم. بس قديش الأولوية يجب أن تكون لإطلاق النمو، سوري إطلاق النمو، لا ولا يهمك، إطلاق النمو اللي عم تحكي عنه قديش بده وقت يعني حتى نخرج من المأزق اللي نحن فيه؟ إذا اليوم قررنا نرجع نطلق هذا النمو، قديش بدنا وقت؟ ليكي في اطلاق، في كذا طريقه لاطلاق النمو، اوكي؟ الطريقه مش كذا طريقه، فرد طريقه لاطلاق النمو هي الاصلاح، بس في كذا نوع اصلاح فينا نعمله، بس يجب من اجل اطلاق النمو يجب اللجوء الى الاصلاحات اللي كنا عم نحكي من شوي انه نحن ما عملناهم هي الاصلاحات. هلا طبعا في عندك اصلاحات هيكليه لازم تنعمل، يعني يجب فتح اذا بدك تفكيك الاحتكارات بالبلد، فتح بعض القطاعات على المنافسه، وخاصه القطاعات البنى التحتيه، يعني انت اليوم اذا ما عندك اتصالات مثل، اذا ما عندك انترنت مثل خالد، ما في يكون عندك قطاع تكنولوجيا بالبلد، اوكي؟ وبالتالي ليش ما عندك انترنت مثل خالد؟ لانه عندك احتكار لاجيره على الانترنت، ما حدا بيحق له يفوت كابلات على لبنان ويوزع باندوث الا اجيره، واللي بده يوزع بده يشتري من اجيره. وبالتالي اذا تفككي هذا الاحتكار على المدى الطويل، هذا الشيء بيخلق لك نمو، لانه بتصير تجيبي تجذبي شركات تكنولوجيا. نفس الشيء اليوم ما في يكون عندك صناعه بالبلد، كل شيء ما عندك كهرباء، طب ليه ما عندنا كهرباء؟ لانه عندنا احتكار لكهرباء لبنان، كل شيء ما بنفكك هذا الاحتكار ما راح تنحل المشكله. نحن اليوم ليه ما عندنا زراعه؟ لانه الزراعه بدها كهرباء، حكينا عن كهرباء، وبدها ري. طيب شو مشكلتنا بالري؟ مشكلتنا بالري انه المي ملوثه عم تتسرب على المياه الجوفيه، وبالتالي الري كارثه عندنا، وبالتالي كل شيء ما بتظبطي مشكله الري، هي ما في يكون عندك زراعه، مش يعني لا مؤسسات المياه، اذا بمشي هيدي بنسميها مش بس هيك كمان في عنا، اذا بتسمح لي دكتور، في عنا نكد سياسي رهيب، مش شاطرين الا الناكب في بعضنا، وممنوع فريق اذا كان بيتنافس معنا بالسياسي انه ينجز، لا بخطه الكهرباء بنمشي لانه في نكد سياسي، ولا بخطه السدود يلي ممكن تامن لي ري على مدى سنوات وسنوات الى الامام ما بنمشي كمان، لانه مش شاطرين الا الناكب في بعضنا. ما بقى معي الا دقيقه واحده، بدي كان اسالك عن الكرنسي بورد، وعن حكيت عن الاصلاحات التدقيق الجنائي هو على راسه
جيد. أول شيء الإصلاحات اللي كنت عم بحكي عنها هي إصلاحات هيكلية وبدها تاخذ وقت. إذا بدنا إصلاح سريع وبيعطي مفعول بظرف 30 يوم هو الكارنسي بورد، ما هيك؟ هذيك الإصلاحات لازم نعملها بس بدها تاخذ وقتها. الإصلاح السريع الكارنسي بورد، الكارنسي بورد هو بكل بساطة بيقدر يحل لك مشكلة تدهور سعر الصرف بظرف 30 يوم، بيثبت لك الليرة، بيوقف ارتفاع الأسعار، وبالتالي على فكرة بيحل لك مشكلة رفع الدعم، لأنه أنت اليوم ليش عم تعملي دعم؟ لأنه الأسعار مرتفعة. أنت إذا وقفتي ارتفاع الأسعار أو حتى خفضتيها بتكوني عم تعوضي عن رفع الدعم مع موضوع انخفاض الأسعار، يعني بيكون شيء عوض عن شيء، بتكوني ريحتي الفقير لأنك نزلتي بالأسعار. صحيح بيزيد عليه الأسعار المدعومة، بس الأسعار الغير مدعومة بتنزل. ما هيك؟ وبالتالي أنا برأيي الكرنسي بورد يعني كان مفترض يتزامن إنشاء الكرنسي بورد، كان من المحبذ إنه يتزامن إنشاء الكرنسي بورد مع رفع الدعم. هيك بنكون اللي عملناه إنه بدل ما نهدر الاحتياط على الدعم، بنكون عم نحافظ على الاحتياط، عم نحمي الاحتياط عن طريق حجزه بكرنسي بورد. وانا هذا تحدي بدي اطلبه من عندي، خسرت يعني لازم بقى نحكي فيه، انه بتحدى حيلا انسان اليوم بلبنان او حيلا اقتصادي بالعالم يدلني على حالي وحدي بالعالم عملنا كارنسي بورد وما سبت سعر الصرف ووقفنا ارتفاع الاسعار. عزيز. يدلني على حالي وحدي بالعالم انا راضي، يدلني اللي هذا البلد عمل كارنسي بورد وما قدر يثبت الاسعار وما قدر وما مشي الحال، يعطيني بلد واحد. هلا هني بيقولوا لك متحجي بيقول لك هذا البلد، لا ما هو لانه عمل، يا اخي دلني على بلد عمل كارنسي بورد وما زبط وانا منيح بيكونوا هني ربحوا. وبالتالي في ناس لمصلحتها يتدهور الوضع، في ناس بتحب تلوم المواطن، يعني شو بدنا هلا؟ بس انا ما بقى معي وقت لانه صار لازم سلم، بس بدي ب 30 سنه التدقيق الجنائي. موضوع التدقيق الجنائي موضوع شائك، لانه التدقيق الجنائي بمصرف لبنان هي خطوه بالاتجاه الصحيح لنعرف قديش عاطي مصرف لبنان للمصارف وللحكومه اللبنانيه، ولكن ما بيقدر يقول لك وين مكان من الهدر تحديدا. لتعرفي وين مكان من الهدر لازم تعملي تدقيق جنائي باداره المناقصات، لانه هنيك انصرفت المصاري تبع الدوله اللبنانيه، يعني كل وزير كان بده يدفع شيء مبلغ كبير كرمال يعمل مناقصه بده يروح على اداره المناقصات. وبالتالي انا برايي يجب ان يتزامن التدقيق الجنائي مع تدقيق باداره المناقصات. هلا الفرق بين الاثنين اذا بدنا نقول يا هي مش هي هيديك، نحن بدنا اثنين، انه بالمصرف المركزي عم بيصير في عرقله للتدقيق الجنائي، باداره المناقصات مدير عام اداره المناقصات عم بيقول تعالوا اعملوا تدقيق جنائي عندي انا بدي افتح لكم كل دفينه. وبالتالي اوكي انه لازم ينعملوا اثنين، بس بما انه الثانيه سهله انا برايي بيسوى كمان نفكر كيف بدنا نطلق تدقيق جنائي باداره المناقصات. شكرا لك الدكتور باتريك مرديني على هذه المداخلة المطولة. مشاهدينا شكرا لحسن متابعتكم. الأستاذ